السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيا، صحتكم لاباس؟ اموركم على خير وبخير؟ زعما حنا راه عندنا دابا الصباح هي راه العشيه دي. كيبقيتو مزيانين بخير؟ اموركم على خير وبخير؟ على الدوله في ديالنا وصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا النهار كنتم لكم انصاف واسماء هذا الروتين، هذا ربينا متحنا الفرحة كنجمعو الصغيرة هي الأولى ديالنا، وعاد باش كنمشيو إن شاء الله للكوزينة باش تجيكم معايا الكوزينة إن شاء الله بإذن الله، نوجدو الطيب المائدة النهار اليوم إن شاء الله بإذن الله. وأسماء هي كتجمع لي هاد الطويلين، إن صفرها كتحيد الصباب حتى هي تحطهم في بلاصتهم، وعاد باش إن شاء الله غتمشي معايا للكوزينة بطبيعة الحال. أسماء حتى هي إن شاء الله بإذن الله النهار راه تخدم معايا الشغل، وهذا ما كان المهم ضروري كنجمعو هي الاولى باش حتى كندخلو الكوزينه ونخليو الدنيا نقيه بطبيعه الحال. فخليكم معنا ان شاء الله باذن الله، اللي درنا هذا النهار غنشاركو معكم ان شاء الله. وعندنا خوتي رجعنا معكم بعد ما خملنا الدنيا وجمعت اسماء الصويلن وعاونتنا هذا النهار، وبارك ودابا راه كدير الشرموله للبيتزا، وانا غنصب شويه د الرز ان شاء الله اللي عندي راه نفطرو بيه، وحنا واسماء جالسين في الكوزينه ها حنايا متعاونين على الشغل بارك. وانتم معنا ان شاء الله باذن الله نجدوا الطيار ديالنا ونشاركوا معكم ان شاء الله. عندنا شويه د الرز للفطور ان شاء الله باذن الله صافي غطي. عندي لكم شويه د الرز بالدجاج، كيعجبني الصراحه الوليدات بالدجاج، اتصلت لي الحريره البارح ما بغيتش ملي نديرها هذا النهار ان شاء الله باذن الله، قلت توحشوها عاوتاني مع الصراحه حنا محبين الحريره كتعجبنا. عجبني هذا النهار غنجي ان شاء الله ندير الرز واسماء والبيتزا، عندي لهم البيتزا اسماء راه كتوجد لها لاصوص ديالها والقوام ديالها وداك الشيء. عندي هنايا شويه ديال الخيز، قطعت واحد ثلاثه ديال الخيز زويات قطعتهم هكا طريفات مربعات عفوا. عندي هنايا البطاطا حتى هي جوج حبات ديال البطاطا كبار قطعتهم لي اسماء على هذا الشكل هذا طريفات. عندي المعدنوس اللي يعني نحتاجو لهذا الرز مقرب، المعدنوس وواحد العريشه ديال القزبر. عندي واحد الحبه ديال المطيشه محكوكه، وعندي هنايا واحد ثلاثه ديال البصيلات ديال داك البصله الخضريه، ثلاثه ديال الحبيبات هكا طويله قربتهم على هذا الشكل هذا، كيعطيتهم المذاق فيهم زوينين وقصنا فيهم الدواء. وعندي واحد نص ليمونه، داك الليمون مسير اللي كنت شاركت معكم خلاص راه في القناه عندي، هو تبارك الله جا ما شاء الله غزال وكنحتاجو في هذا الوقت هذا صراحه بزاف بزاف. شوف كيف ولا تبارك الله معسل ولا زويون، قربتو طريفات على هذا الشكل. والملح بطبيعة الحال، وانا عندي العطريه معكم، عندي البزار والسكنجبير والخرقوم شويه ديال الكمون. عندي الدجاج هنايا، هاد شويه الدجاج رقدته في الحامض خلاص غنشرملو هذا بوحديته وغنقليه ان شاء الله مع شويه ديال البطاطا. لا ما ديريش البصله خليها تقلى تما كاينه، وسميتو ديري البصله البصله تشلضيها زعما وتحطيها حتى هي تقلى بوحديتها وخليها داك يتقلى. نقدو الكاميرا هكايا، دابا ان شاء الله هو الرز من بعد ما جبتو حتى هو كنت نسيتو. جوج زلايف عندي هنا ديال الرز غسلتهم بالماء بطبيعه الحال، عندي جوج زلايف غسلتهم بالماء مزيان، غنديرهم هما الاولين نضيفهم هنا في الكوكوط. انا خلاص شاركت معكم الرز كنت كنشوفو دايره في القناه، كيجي الصراحه غزال وكيجي رائع بزاف، كيجي بنين صراحه بالخضر الصحي واصلا فيه الفوائد للوليدات. نخوينا هذا الرز كامل هنايا، والزلافه اللي عبرنا بها الرز ان شاء الله كنعبروا بها الماء. انا عندي جوج زلايف ديال الرز قلت لكم هنايا، عندي هنايا خيزو قطع جوج حبات ديال خيزو ثلاثه بقينا قطعت ثلاثه، يعني ما نديروش كله غنخلي واحد شويه غنديروا مع العصير واحد الحبه نديرها مع العصير، نطحنوا العصير ديال التشينو وسميتو التشينو والليمون الحامض مشالي. عندي هنايا جوج حبات ديال البطاطا مقرطين تا هما نديرهم، المهم الخضره اللي كياكلوها وليداتكم ضيفوها حتى بغيتو تزيدو ذوق الكرعه، كيجي الصراحه فن كاين كيدير فيه الفلفله كل واحد وعلى حسب. حطيت تخيط زويات هنا تنطحنهم ها نتوما، وغنضيف له هاد المعدنوس والقزبر اللي مقطعته هو. شوف هيا لا ديريها كيبقى شي شويه ما كتقرب البصله. عندي ليمونه قلت لكم نص، هي ماشي ليمونه عفوا، هي نص ديالها مقطع طريفات هكا ليمونه مسيره،
البصله الخضريه قطعتها هي صراحه. هذا العصر البنات وحنا غادي ندخلنا الكوزينه النهار، دخلنا معطلين الملحه على حسب الذوق، المهم نضيفوا له شويه ديال الملحه، نزيد شويه البركه على الدجاج، اصلا راه الدجاج مالح. عندي هنايا بالكوماطيشه محكوكه غنستعمل يدي تريدي كيما قلنا الصراحه، بزاف اللي عبرت بها الرز انا عبر بها المحكوكه. ودافع نضيف الدجاج، يعني الدجاج عندي الدجاج طريفه الدجاج اي طريفه تبغيتو. عندي هنايا الدجاجه قطعتها، خليت حيد الصدر ديالها خليته عنشر ملون طلي ان شاء الله مع البابا، وهادو الكعيبات سميتو فخيضات جربتهم ملي عندي لهم هنا كبيدات وجنيحات كنيصات ايوا هذا ما كان. ودابا ان شاء الله نديرو لها العطريه توابل، هنا الخرقوم والبزار والسكنجبير شويه ديال الكامون الاحمر ما كنديرولهاش صافا معلقه يما انا غير كيبداو يتراكموا علينا. سالي اسماء واش جات لي الماء؟ كنقربي لك البصله حطيت شحال واش جات لي الماء؟ ندير البزار، ندير نص معلقه زيد شي شويه، هذا البزار البيض كيكون حار اللي عنده البزار البيض ما كثرش منه بزاف، الكامون فقط شويه ماشي بزاف شويه، السكنجبير والخرقوم خلاص نديرو منو زايد باش يجينا اللويان صفيفط. كدرت واحد معلقه مثلا غنوريكم شنو باقي غنزيدلو، غنحكلو دريس ديال التومه زيت مقشرش التومه او الزيت بطبيعه الحال. دابا نحك لها تصنيف ديال الثومه، انا درتها غير ريس واحد نحسب رمضان الريحه ديال الثومه، نحكو فهاد البليصه الخيطه هادو عندي كاس ديال الزيت زلديه وروميه بطبيعه الحال مخلط صافي ضرب الكاس تاكلت عليه الرز. عندي فيها الماء بسم الله، الزلافه اللي عبرت بها الرز غنعبر بها الماء، درتو زلايف ديال الرز غندير لهم جوج زلايف د الماء، الزلافه هي اللي عبرت بها الرز هي اللي عبرت بها الماء راه عامره كنخليوها يطيب على عافيه مهيله، يعني واحد الساعه ديال المقله ديال الخيار حيت كيطيب على عافيه مهيله بزاف بزاف باش ما يتحرقناش. جوج زلايف الماء جوج زلايف الرز ونخلطو دابا التوابل ديالنا فيه كامله يجي بزاف صراحه عورات البصله اسمع هي الريحه من هاد البلاصوص اللي درتي زوين طالعه الريحه ديال الزعتر وداكشي يا سلام. اسما راه كتعمر البيتزا، انا بغيت ندير البيتزا في الفريكو زعما العجينه ديالها عشان تخلي زيت، ودابا كندير لها غير لاصوص حيت لاصوص التلاليه اسما هي اللي عصاوبها سنزي صوبتها هادي شي 3 ايام عمرتها شانزي ديت لها الزيت وقرت البصله شنو داخل والزيت راني درت له غير لايه بزيره ومليحه وخليها تقلب بزاف مليحه طالعه من الريحه يا سلام شويه هاد البزار ديال الحال هذا شويه شويه هاد الثومه ما شاء الله شعلها هذا الشكل هذا. ودابا نشد عليه البوطه في مره وعاش طيب يعني خلطت ديك العناصر باش تشرمل لي دويت فيها هذا باش تشرمل كامله حيت كنخليوها تكون على عافيه مهيله كطيب على خاطرها. ها
نضيف له واحد الضامه ديال سميتها فكرتها ضامه ديال الكري ديال القنور. يعني هذه صراحه اختياريه، بغيت نضيفوها ضيفوها، اللي ما كيبغيش بلاش. باش نزيد نعطيه البنه يجي بنين، كيعجبنا فهاد رمضان فرقوي الصيام. هو صراحه كيجي بنين والله العظيم، اللي كيجي واعر كيجي بنين بزاف. يعني هاد الضامه ديال البنه اختياريه، اللي بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما عجبتكمش ما تضيفوهاش، ما عليش. كيجي هو زوين هكاك بلا ما تعري ليها اسماء، خليها تشحر. طلع منو ريحه تحمر، طلع منو ريحه تعطر رائعه. هبطت لك سميتها هي كيفاش غندير لك دابا الطاية ديال هذا والطاية ديالها مغطي عليه، نخليه كيما قلت لكم على عافية مهيلة. مشيتو هذا السر ديالو هو العافية قليلة بزاف، لا جهدتو لا البوطة، عيط تحرق وما عيطيبش. الصفرة ديال الكوكو تاع أسماء، شوفي الصفرة ديال الكوكو راه ديك تيشعلتي وكتبتي ليا صايماش هي إسحاق وسي محمد، هما لي مصايمينش، أسماء وإسحاق صايمين، حيت إسحاق مكياكلش الروز، قلنا نديرو البيتزا كتعجبو البيتزا، غنصاوبو إن شاء الله بإذن الله العاصف، خويز معجن صراحة هاد النهار لا خبز لا ولا حتى حاجة، باقي لي واحد جوج ملويات في الكونجيلاتور عجبتهم، خلينا في الكراسون من البارح، وصافي عندنا خبز بيز هكا ديال نسميتهم الفران إن شاء الله نمشيو نجيبوها لي، صافي معجن هداك خبيزة لي شاركت معاكم البارح. صراحة ديال النخالة، يعني ديال النخالة الغليظة ما بقاش منهم، يعني تبارك الله كناكلو كلهم مع ديك البطاطا والمعقودة والحوت، تبارك الله كلاوهم والله العظيم عجبوهم، ديال ديرهم سندويشات هكا فيهم عجبوهم وكناكلو كاملين. وهذا ما كان بقى لي شوية المعقودة من البارح، إن شاء الله حتى هي دابا نسخنوها، شايف الفران خلاص تسخن شي شوية، ما عنديش نديروها في المقلاة في الزيت باش ما تشرب الناس الزيت، نبدا نسخنوها غير في الفران إن شاء الله. مع واحد جوج مليات د الفوم مع تعمر هاد البيتزا والروز ان شاء الله، غنحطو العصير وهذا مثلا المهم كنشارك معكم يوميات ديالنا شنو ما درنا وصافي. هذا مكان كنتمنى تعجبكم وتشجعونا وتقبلوا علينا، وشكرا لكم بزاف بزاف، والله يحفظكم علينا، الله يجازيكم بالصراحة، ولفناكم ما نعرفش نتوما ولفتونا ولا لا، المهم حنا ولفنا بيكم. ولفنا كنشاركوا معكم اي حاجه الصراحه، وهذا الشيء اللي كاين، وشكرا لكم المونطيرات اللي كتخليونا في حقنا، الله يجازيكم بخير والله يجيبها في ميزان حسناتكم يا رب، وربي يفرح قلبكم ويلحقكم بوليداتكم ان شاء الله في هاد العواشر، وصافي نبغضوا وليداتكم صراحه للكوزينه اللي عندها شي بنيته اسماء، راه عندها صراحه 12 سنه وتبارك الله راه كتعاوني ما شاء الله عليها، ديال صراحه الشغال
وانا عندي نغسل هاد المعنين ان شاء الله باذن الله. المهم هانتوما معنا باش ما يطغاش عليكم لا فيديو، درنا لكم خلينا لكم الصوت خلينا لكم، حيت الصراحه كيكون الصداع ديال الكوكوت وكيكون المقالي والتقربيب وداكشي هادشي باش كنكون كنركب لكم الصوت. وهاد النهار خليت لكم يعني الصوت، الماكينه راه كتصبان والدراري كيلعبوا بزاف ديال الحوايج، يعني السي محمد اللي ما كاينش راه في المدرسه كيكون حتى هو داير لنا الصداع تبرزيت باش خلينا لكم يعني الصوت هو هذا نديرو الصوت طبيعي. ايوا هذا ما كان، يلا خليكم معنا ان شاء الله باذن الله. نغسل هاد المعين، نحيد هاد لابابو نخويه عليا، واسماء راه كتشحر البصيله كيما قلت لكم، عتعمر البيتزا حتى هي وتخليها حتى تقرب صراحه المغرب. دابا راه عصر راه يلاه البنات خليها تقرب المغرب تاذن وعاد نخشيوها ان شاء الله في الفران. يعني يلا كت بيتزا راه انا كنخليهم يحمروا هكا شويه، شوف اللون ديالهم ما كنخليهمش بيضا بزاف، كنخليهم محمرين واحد شويه باش يلا كنخليهم يذوب داك الفرماج، كيكون كلشي طايب فقط كيذوب الفرماج وكنخرجوه. خليكم معنا. وعندها زخرتي نشرمل معكم هاد الدجاج ان شاء الله باذن الله. عندي شويه ديال البزار، درت هنا شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال السكنجبير شي شويه، وشويه ديال الكمون، ومليحه بطبيعه الحال، شويه ديال الملحه حيت عندي مرقد في الليمون والملحه، وواحد جوج معالق ديال الزيت بلديه. وغنشرمل فيه ديك الدجاج ان شاء الله باش نقليه اللي قلت لكم مع البطاطا. دابا الصراحه انا ركبت لكم الصوت حيت الكوكوت كتصفر والصداع والتلفازه شاعله، جات الدراري وليدات جاو، وبطاطا هي هذه قشرتها وسميتو نقيتها وقرت لها هكا باش نقليها ان شاء الله باذن الله. نقلي بطاطا هي الاولى وعاد باش نقلي ديك الدجاج ان شاء الله باذن الله طريفات. يعني قرتو هكا كشرائح، واسماء خلاص هي كتعمر في البيتزا ديالها وجايها ما شاء الله، جايها غزاله الصراحه، ودات لها واحد الحشوه اللي رائعه بزاف بزاف. يعني الزيتون والطون وداك المطيشه داك لاصوص دارتو كيحمق، جا فيه واحد الريحه ما شاء الله. ودابا البطاطا راه عندي كتسلق كتقلع عفوا، ودوزت انا باش ندير ان شاء الله العصير ديال الليمون اللي كيجي الصراحه هذا العصير الروعه. درت قشيرات ديال الليمون هما الاولين، حيد داك القشيرات ديال الفوقانيين صفيفرين، وعاد باش ندير عاد كنقي الليمونه وندير لها نحيد لها بطبيعه الحال العظومه، ندير لها اللب ديالها لداخل، كنحيد ديك القشره البيضاء. وعندي هنا التشين بطبيعه الحال، التشين والليمون، وندير فيهم واحد الحبيبه ديال الخيزو، هي واحد الوحيده اللي شاطت لي من داك الروز. الرز راه عندي كيطيب، راني دايره على عافيه مهيله. وبطاطا راه حدايا كنحركها، نقلي الزيت باش يبقى لي الزيت نقي. انا غنقلي بطاطا هي الاولى وعاد باش نقلي موراها داك الطريفه ديال الزيت ديال سميتو عفوا ديال الدجاج. ما تمالي انا كندخل نخرج في الهضره واش فعانا الصراحه فطرنا واش فعانا بزاف، عاد كنكون منطي لكم الفيديو باش نلوحوا لكم ان شاء الله باذن الله. هي بطاطا تبارك الله جات ذهبيه وجات ما شاء الله، شوف اللون ديالها كيتقلى. التشين والليمون راني قشرته الصراحه داك العصير، خليته الاسماء راه هي معمره البيتزا طحنوا ليا، وانا دوست نقلي داك الطريفات ديال الدجاج مع المغرب قربت صراحه باش نحطو ان شاء الله. راه 6:30 دابا، باقي غير نص ساعه وانا عاد كنقلي هاد الدجاج. يعني هاد الدجاج كيجي فرحه فن. شوفوا اسماء كتوريكم البلاطو ديالها ديال البيتزا، جا ما شاء الله درت له الزيتون والفرماج وعاد دخلو دابا للفران. وهو هذا الطبيصل ديال الدجاج اللي قليت صراحه، جا واحد الدجاج خطير رائع بزاف بزاف، وجا مقرمل وجا فيه واحد المذاق عجيب. وكنستفلو هكا يعني البطيطات في الجناب ودير داك الدجاج في الوسط، وجا هو هذا الدويكر ديالو، جا الصراحه تحفه، جا ما شاء الله. والبنه ما نعاود لكم، شوف داك البطاطا اللي شاط لي عندي راه هكا في طبيصلات، ونقدموها على مائده الافطار ان شاء الله باذن الله. والبيتزا راه طابت هي صراحه، راه استفنا في الطبيصل وحطيناها على الطبيله. دابا راه حنا كنحطوا الطبيله ديالنا، عبد الرحمن واسماء راهم خدامين كيحطوا، حطوا الشباك وحطوا التمر وسميتو الرز، هو هذا حتى هو طاب تبارك الله، جا ما شاء الله قلت لكم جا غزال صراحه، وجا بنين بنين بزاف بزاف. كنتمنىكم تجربوه هنا الاعجاب ديالكم صراحه، وديك الخضره وصحي الوليدات، وكليناها ما شاء الله جفن. كنحيد داك طريفه الدجاج كنديرها في الطبيصل، ستفتهم هما من الفوق. وهي هذه مائده الافطار ديالنا صراحه اللي جات غزاله، واحد العصير جا ما نعاودلكمش عليه، جا بنين بزاف وجا رائع. البيتزا مليويات كانوا عندي في الكونجيلاتور، يعني سخنتهم هما هذوك خبيز خلاص، هي شريتها هذا النهار ما عجنت الصراحه، ما كانش فيا ما نعجن، قلت النهار ما نعجنش معقوده سخنتها في الفران، كانت مازال لي من البارح. الطبيصل ديال الدجاج وبطاطا الفريت هو هذاك كي جات صراحه، جا اروع ما يكون. وهي هذه مائده الافطار ديالنا، البيتزا الاسماء جات روعه، شوفوا كي جات حتى هي كتشهي. وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله باذن الله، وشكرا لكم. المهم كنشارك معكم اليوميات ديالنا وصافي، وكنتمنىكم اخوتي تشجعونا باللايكات والبارطاج وضغطوا على الزرش باش يوصلكم الجديد ان شاء الله باذن الله. وهي اسمع تهضر معكم حتى هي تعطيكم كلمه.
السلام عليكم خوتي، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ومهم خليكم مع الشحونه، وما تنساوناش من اللايك والبارطاج وتفعيل الجرس. يلا مع السلامه، الى الغد ان شاء الله باذن الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.